نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بحال ديما. اليوم ان شاء الله كيما راكم تشوفوا معايا في لا فيديو غنشارك معكم الوصفه ديال البهله. سبق لي وشاركت معكم البهله المخزنيه المغربيه التقليديه اللي كنعرفوا كاملين في القناه عندي. كذلك درت فيديو اخر ديال البهله مالحه بالتوابل والفرماج، جات رائعه. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم وصفه ديال البهله. الوصفه ديال اليوم غتكون البهله بالحمص والتوابل ديال المروزيه. وصفه حصريه على القناه عندي والاول مره في اليوتيوب. صراحه كتجي رائعه، كتشوفوا الشكل ديالها كتجي مفقعه مشققه، الشكل ديالها جميل بزاف. هذا بالنسبه للشكل الخارجي. بالنسبه لا تيكستور ديالها والكثافه ديالها كتجي هشيشه بزاف، كتذوب في الفم فريمون، كتجي رطبه وكي كتشوفوا في لا فيديو دغيا كتكسر. هذا من ناحيه لا تيكستور. اما من ناحيه المذاق فهو احسن حاجه في هذه البهله، لذيذه بزاف كتجي غزاله. كنا كنعرفوا الحمص لذيذ وفيه النكهه ديال الحلاوه فهاد البهله هادي الحمص، زائد النكهه ديال التوابل المروزيه، زائد بزاف ديال المكونات كاينين في هاد البهله. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. بقاو معايا حتى الاخير ديال الفيديو باش تشوفوا المكونات، المقادير، طريقه التحضير ديال هاد البهله من نوع جديد. اول حاجه غادي نبدا بها في الغريبه بالحمص، غادي نبدا بالنواشف. غادي نحتاج 400 غرام ديال دقيق ديال الحمص، انا غربلته ديجا. سواء كتلقاوه موجود كتروحوا عند الناس اللي كيكونوا عندهم الهري، القطاني، التبزيره، التوابل، كيكون عندهم الحمص. يا اما كتلقاوهم كيبيعوه هكذا مطحون، يا اما كتلقاوهم كيبيعوه هكذاك حمص حبوب. لقيتوه مطحون خذوه مطحون، وهو من الاحسن ويفضل انكم تشريوه حبوب. شريو الحمص هكذاك حبوب من عند مول الهري وطلبوا منه انه يطحنوا لكم. الا عنده هذيك الماكينه ديال الطحين يطحنوا لكم قدامكم هكذا، كيكون عندكم دقيق ديال الحمص خالص ما مخلط ما مغشوش بوالو. غادي نزيد عليه 60 غرام ديال السكر ثقيل. هنا البهله بدقيق الحمص، الحمص شويه كيكون حلو، من الاحسن ديروا غير كميه قليله ديال السكر. انا درت هنا 60 غرام، كتجيني هي هذيك الحلاوه. الناس اللي عزيزه عليهم الحلاوه يقدروا يزيدوا كميه ديال السكر، ماشي مشكل. غادي نزيد جوج معالق صغار ديال القرفه بلديه مطحونه، نص معلقه صغيره ديال التوابل المروزيه، ما تكتروهمش، جوج معلقه صغار ديال القرفه، زيدوا عليهم غير نص معلقه صغيره ديال المروزيه باش ما تجيكمش مره. غادي نخلط هاد النواشف مع بعضياتهم، وغادي نبدا نبسس الخليط بالزبده. عندي هنا ربعه ديال الزبده نوازيت، حمرتها على شكل نوازيت. غادي نبدا نبسس بها الخليط، وغادي نزيد نص معلقه ديال السمن الحار، غادي نبدا نبسس كلشي. من بعد ما بسست الخليط مع بعضياته غادي نزيد ساشي ديال الفاني، وساشي ونص ديال الخميره الخاصه بالحلويات. غادي نخدم الفاني والخميره حتى كيتخلطوا، عاد غادي نبدا نجمع البهله بالزيت.
فهاد المرحله غادي نبدا كنجمع العجينه بالزيت. نسبه الزيت اولا كميه الزيت كترجع للنوعيه ديال الحمص اللي نتوما خدمتو به، واش كيشرب ولا ما كيشربش. اهم حاجه ما تزيتوهاش بزاف وما تخليوهاش تاني ناشفه كتفرتت. بداو كتزيدوا الزيت شويه بشويه وانتم كتعركوا كتعجنوا كتدلكوها مليح، وانتم كتزيدوا الزيت كما قلت لكم ما خصهاش تجي مزيته بزاف. العجينه من بعد ما جمعتها كتجي هكذا. خدمت غير بهذيك الكميه اللي شفتو معايا في لا فيديو، زدت في الاول هذيك الكميه اللي زدت في الاول. بقيت كنعجن في العجينه، عطيتها دليك مليح وعطيتها الكف ما حدي كنعطيها الكف، والحراره ديال يدي كتسخن العجينه وكتخلي هذيك الزبده تزيد تشرب الدقيق وتزيد ترطب. فانا عبرت كاس ديال العنبه، خدمت منه غير بربع اربع كاس كما كتشوفوا، وكما قلت لكم على حساب نوعيه الحمص باش نتوما خدامين. فهاد المرحله هادي انا غادي نزيد ندلكها مليح. انا دلكتها غير باش تجمع ليا باش نعرف القياس ديال الزيت واش نزيد ولا بركه. غادي دابا نبدا ندلك فيها تقريبا واحد 5 حتى 8 ديال الدقائق. كما قلت لكم حاولوا ما تزيتوهاش بزاف، الزيت شويه بشويه، ديروا غير كميه بسيطه كل مره ديروا فيها كميه بسيطه، ادلكوها وعطيوها الكف باش تسخن. في الاول غتجيكم شويه ناشفه، ولكن ملي غادي تعطيوها الكف غادي تزيد ترطب وتطلق، وما تنساوش ثاني غادي باقي ترتاح، ومني غادي ترتاح غادي تزيد عاود تطلق. فهاد المرحله بركه عليها، ملي كتوليو كتاخذوا العجينه وكتدوروها هكذا كتكركبوها في يديكم وكتشكل لكم على شكل غريبه، بلا ما تفرتت، بلا ما تشقاق، بلا ما تهرس. هذا يعني انها راها واجده. كميه بسيطه ديال الزيت جمعت لي هذه العجينه هذه. من بعد ما دلكتها مليح غادي نزيد عليها، هنا عندي تقريبا 150 غرام ديال كاوكاو. خديت كاوكاو مهرمش حمرته في الفران حتى الذهب بهذا الشكل هذا تحمر. غادي نزيدو عليها الناس اللي بغاو يعوضوا كاوكاو باللوز ماشي مشكل، تقدروا ديروا فيها اللوز، تقدروا ديروا فيها الزنجلان، تقدروا تخلطوا ما بين كاوكاو الزنجلان اولا كاوكاو اللوز. وما تنساوش قبصه ديال الملحه، شويه ديال الملحه كميه بسيطه، حيت ديجا السمن اللي درت راه فيه شويه ديال الملحه. من بعد ما عجنت كاوكاو مع العجينه حتى نسجموا مع بعضياتهم، غادي نجمع العجينه في ماليمونتير وغادي نخليها ترتاح من ساعه حتى لساعتين. الاختلاف ما بين البهله بالحمص والبهله بالدقيق العادي، الدقيق العادي كيبغي الراحه باش ما ارتاحت البهله باش ما كتجي النتيجه ديالها مليحه. بالنسبه للبهله ديال الدقيق ديال الحمص، دقيق الحمص خفيف بزاف، خف من الدقيق العادي، ما كيحتاجش انكم تخليوها تبات ليله كامله. اللهم من ساعه حتى لساعتين بيد ما كتطلق العجينه في بعضياتها عاد غادي ندوز نشكلها على شكل بهله. من بعد ما ارتاحت البهله خليتها شخصيا ارتاحت ساعتين، غادي ندوز باش نكمل المراحل ديال التحضير ديالها. غادي نزيد عليها 4 معالق ديال الخميره ديال الخبز، سواء خدموا بهذه اللي كتكون فوريه حبيبات، سواء خدموا بالخميره اللي كتكون معجنه طريه. غادي نزيد هاد 4 معالق وغادي نعجنوا مع العجينه مليح، ندلكها واحد دقيقه ولا جوج حتى كتنسجم وكتذوب هذيك الخميره مع العجينه. بعد ما خدمت هذيك الخميره مع العجينه ديال البهله حتى نسجموا مليح، انا سبق ليا وشعلت الفران على درجه حراره 200، خليته كيسخن مليح من الفوق ومن التحت. غادي نبدا كنشكل في الغريبه البهله، غادي نبدا كنقطع العجينه ونستعن بميزان، كل حبه غادي ندير فيها 30 غرام. الناس اللي ما عندهمش ميزان عينيكم ميزانكم، اهم حاجه ما يكونوش كبار.
من بعد ما ستفت الغريبه فوق اللاطه ديال البهله غادي ناخذ شويه ديال الماء غنديرو في اللاطه قبل ما ندخلها للفران. كما قلت لكم سبق لي وشعلت الفران على درجه حراره 200، خليته كيسخن مليح قبل ما ندخل الغريبه. غادي نطفي لتحت ونشعل شويه الفوق، وغادي نهبط درجه الحراره من 200 ل 170، وغادي ندخل اللاطه ديال الغريبه تطيب لتحت. غادي نحطها لتحت باش كتشقق وكيتفرقع عليها الوجه ديالها وكتفقع. من بعد ما تفقع غادي نطفي الفوق وغادي نشعل لتحت وغنطلع اللاطه للرف الفوقاني ونخليها كطيب من التحت حتى كتحمر وكتذهب. الشكل النهائي ديال البهله بالحمص والمروزيه كيجي هكذا من بعد ما بردت مليح. ما تحيدوهاش من اللاطه وهي سخونه، خليوها حتى تبرد حيت كتكون هشيشه ورطبه بزاف. كتقدم هكذا مع كاس اتاي بالنعناع، كتجي رائعه كي كتشوفو مشققه مفقعه رطبه بزاف وهشيشه كتذوب في الفم. وكما نقول لكم في بدايه الفيديو لذيذه بزاف، واحد الخليط ما بين المذاق ديال الحمص اللي كنا كنعرفو كيكون بنين مع النكهه ديال توابل المروزيه مع النكهه ديال القرفه السمن الحار والفاني حتى هي كيعطيو واحد المزيج رائع، واحد المذاق كيجي في هذه البهله كتجي غزاله بزاف رائعه. كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر في لي كومونتير. متاكده انكم غادي تعجبكم هذه البهله وغادي تعتمدوها صحيه 100%. الناس اللي عندهم حساسيه من الجلوتين، الناس اللي ما بغاوش ياكلوا الدقيق او لا كيتفاداو الدقيق الابيض في الحلويات وكيقلبوا على وصفات اللي تكون صحيه، وحتى الناس عشاق الحمص وعشاق البهله كذلك بجميع انواعها. هذا الفيديو ديالكم نتمنى ان الوصفة ديال البهله بالحمص والمروزيه تكون نالت الاعجاب ديالكم. كما ديما ما تبخلوش عليا بلي لايك لي كومونتير. الناس اللي جداد في القناه ما تنساوش تفعلوا جرس الانذار باش يوصلكم الجديد، ومرحبا بكم. الناس اللي ديجا ابوني معايا شكرا بزاف على المتابعه. بارطاجيو الوصفه مع الحباب الصحاب الفاميليا باش تعمل فائده. ما بقى لي نقول لكم الا بالصحه والراحه. نتلاقى بكم في فيديو جاي ان شاء الله في وصفه جديده. نلقاكم بخير وعلى خير. على بروشين، تشاو. Thank you.